فيكم. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين قناة نفيد ونستفيد. اليوم محمود وادي يحييكم من جديد. وطائر اليوم يعني بري ولكن هو من الفصيلة دائما الجارحة، معروف السرد او السرج، وهو يلقب دائما بالجزار، واخذ هذا اللقب لانه هذا الفصيلة من الطيور تنتمي بشكلها العام للجوارح مثل الصقور والنسور وغيرها. فهذا الطائر لقب بالجزار لانه بيقوم بمسك الضحية او اللحمة او العصفور اللي بده ياكله، بعلقه كأنه بعلق اللحمة الجزار ويبدأ بنهش لحمه. وهذا طبعا من اسمه جارح، يعني ممكن يتعرض اي حدا بده يمسكه للعض لانه بنتي من فصيلة الجوارح. وهو بري وبعيش في افريقيا اكتر شيء، وبيجي مهاجر يعني على دول مثل اسيا، فلسطين، الشام بشكل عام، ولكن استقراره في افريقيا بشكل كبير. وهذا الطائر اليوم يعني حبيت ابين لكم اياه، قمنا يعني بصيده، وبنفس الوقت نديكم معلومة عنه انه طائر الجزار. هنا هنحاول نمسكه ونوريكم كيف انه بحاول العض، انه شرس وبحاول العض زي ما انتم شفتوا، يعني مش بسيط. هاي النجار يعني مدبب، شوفوا الدم اللي مرسوم على الجناح، لانه بقاتل بكل الطرق انه ما حدا يمسكه. وفي نفس الوقت لما انصاد كان بياكله بعصفور، يعني هو لحد انه منصاد كان ماسك ضحية او فريسة. فشوف الدم بضل اثاره على منقاره، شوفوا جناحه قديش بيفرده. بيهاجم احيانا العصافير صغيرة الحجم من نفس فصيلته او من غير الفصيلة، يعني دائما بيعتمد على اكل العصافير بشكل عام لانه جارح. وعلى فكرة في منه فصيلتين، هو منه الغرابي يسمى ومنه العادي، هذا من الفصيلة العادية. تمام، الغرابي بيكون اللون مختلف ابيض في بقع سمر، تمام، اما هذا الفصيلة العادية. في طريقة بسموها دائما تلجيمه، تلجيمه يعني اخذ ريشة من الجناح، من جناحه على اساس انه ما يعض، بياخذوا ريشة من جناحه طويلة وبيجوا على فتحة المنقار من هين على فتحة الأنف أو التنفس، بيقوموا بوضعوا الريشة بلفوها على المنقار ببطل يتحرك زي ما هنوريكم الحين. يعني هذه الطريقة بتسمى تلجيمه أو إنه عدم إنه يعض. نفس الطريقة هذه، شفتوا كيف بدخل من فتحة التنفس وبقوم بلفة بالطريقة هذه، هيك انت بتمنعه نوعا ما من العض. في حالة انت حابب تشرع عنه وحابب تمسكه، هاي نفس الطريقة هذه، يعني عقدة. زي ما انتم شايفين عقدة تسمى. هاي الطريقة، هيك انت يعني نوعا ما لجمته، اسمها الجام. يعني هيك هو ببطل يعض، بتسيطر على المنقار بشكل كامل. تمام، يعني هذه هي اهم المعلومات عن طائر السرد او السرج المتوحش. ودائما احنا بنسعى دائما انه احنا نديكم كل المعلومات. راح نفكه الحين، شوفوا هو حتى فك حاله بحاله، هو قوي زي ما حكيت لكم. وراح نطلق سراحه يعني قدامكم عشان برضو تشوفوا الاشي بعينكم، لانه احنا الفكرة انه نديكم معلومة عن هذا الطائر ليس اكتر، يعني لانه بتربيش في المنازل ولا بتربى في الجوع. هنا نطلق صراحه يعني قدامكم، شوفوه زي ما انتو. هذا انتهى درسنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.